يسعد مساكم دائما بكل خير مشاهدي الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في الخيمة. ومما لا شك فيه أننا أصبحنا نسبح في الفضاء بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. تحولت حواراتنا ودردشتنا إلى كلمات مكتوبة تسبح عبر الذبذبات لتصل إلى الطرف الآخر. الموبايل أصبح هو الرفيق والصديق، نتحسسه ونتفقده بين الفينة والأخرى، نخشى أن يصيبه مكروه أو يتعرض للضياع. معه ستضيع كل ذاكرتنا وأسماء معارفنا وأصحابنا وأصدقائنا وصورنا الملونة وتفاصيل حياتنا. لم يكن يدري بخلد أحد أنه سيأتي اليوم الذي سنصبح فيه الأقرب للماكينات والآلات، وتحولت الأحاسيس إلى أيقونات نضغط عليها حتى نعبر عن حالتنا حزنا أو فرحا أو حتى نتنطط أحيانا من الفرح. هناك أيقونة بهذا الفهم، إذا اقترن حرف الهاء مع بعضه البعض فهي الضحكة، وكلما ازدادت السلسلة فهذا يعني أنها ضحكة طويلة مجلجلة. صار للشباب لغة خاصة تتقاسمها الأحرف والأرقام، لا يفك طلاسمها إلا هم. عجزت الأسر عن الدخول إلى هذه العوالم، وتفنن الأبناء في وسائل الإخفاء والتشفير، وصار العالم فيسبوك وتويتر واتساب، إنه عالم من هواء. نحن اليوم في الخيمة سنكون مع هذه العوالم الإسفيرية بكل ما فيها وما عليها. قبل أن أرحب بضيوفي، ويبدو أنه جو الهواء المعروف يصل على الشاشة ولا يحتاج إلى كثير تعريف هو الذي ظهر، لكن اسمحوا لي أن أنتقل إلى هذا التقرير وجو دون حقيبته هذا المساء، وضيوفنا الأكارم نتعرف عليهم بعد هذا التقرير. Let me take a selfie. من منا لا يبدأ نهاره بجملة صباحية على الفيسبوك؟ ومن لا يصور فنجان قهوته أو طبق طعامه الشهي أو سهرة مع أصدقائه لينشره على الإنستغرام؟ ومن منا لا يعبر عن نفسه بتغريدة على تويتر؟ يجب أن نقر بأن غالبية جيلنا تقوم بذلك، فقد تحولت كلماتنا إلى مختصرات، وصورنا إلى سيلفي، ومشاكلنا وعواطفنا إلى شباك إلكتروني لا يتجاوز 140 حرفا تنشر بطريقة الهاشتاج لتصل إلى أكبر عدد من الناس. مواقع اجتماعية تحولت إلى جزء لا يتجزأ من يومياتنا، وأصدقاء وهميون يشاركوننا أفراحنا وأتراحنا ولحظاتنا المميزة. بين أكثر من 7 مليارات نسمة على الأرض، اختار نحو 1,500,000,000 نسمة أن يعيش نصف حياته على الفيسبوك، وأكثر من 300,000,000 نسمة اختاروا التغريد على تويتر، عدا عن مليارات المشاهدات اليومية لفيديوهات اليوتيوب. وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط استخدام هذه المواقع يتجاوز ربع ساعة يومياً. تقدمت مواقع التواصل الاجتماعي على ما عداها، واحتلت مكانة رائدة سبقت المحادثات الطويلة على الهاتف، فغابت الخصوصية وبات أي منا قادر على التلصص على حياة الآخرين الشخصية واكتشاف اهتماماتهم وأخبارهم، لدرجة يقول البعض أنها احتلت مكانة ما كان يطلق عليه في الماضي جلسات النميمة الصباحية للنساء المعروفة بعبارة صبحية، عدا عن المعايدات والواجبات الاجتماعية ونشر دعوات دينية واجتماعية مختلفة. وبعيدا عن الأمور الشخصية والخصوصية، لعبت هذه المواقع دورا في السياسة، وشكلت وسيلة فاعلة في انطلاق ما يسمى بالربيع العربي، فهي تعتبر من أكثر المواقع تأثيرا في المجتمعات على اختلافها ولدى فئات الأعمار المختلفة. موضة جديدة غزت عقولنا وتحولت إلى إدمان. من منا يتخيل يومه بلا انترنت؟ ومن يستطيع أن يقضي ساعة واحدة من وقته دون النظر إلى هاتفه مرة واحدة على الأقل؟ اعذروني، يجب أن أنهي التقرير، فقد وصلتني رسالة على الواتساب ويجب أن أرد عليها. نحيي زميلنا عبد علي فتوح، لايك التقرير جميل. وأرحب بضيوفنا هذا المساء في الخيمة. معنا هنا في الاستوديو السيد أحمد عبد القادر، المؤسس والرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار
التقنية. مباشرة من الرياض المستشار مهندس مجدي بخاري، عضو لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، أرحب به أيضا. والحقيقة ترحيب أيضا ورغم أنه هو سيد البيت يعني وسيد المنزل جو هوا، واحد من أميز مقدمي البرامج ومعروف للكثيرين وأتباع ومريدين بقى على التويتر وعلى الفيسبوك، هو أيضا ضيف في هذه الحلقة بهذا الشكل، بهذا الاهتمام اللافت لهذا الرجل بهذه العوالم، يستقي منها معلوماته ويتحاور فيها مع الناس. مرحب بك يا جو. يسعد مساك. إذا خلونا نبدأ الخيمة دي كده بسؤال مهم جدا يا سيد أحمد، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، الفكرة جات صدفة كده احتباطا وأصبحت هي مواقع للتواصل الاجتماعي، رغم أنه كثير من الناس يقولوا بأن هذا الاسم أصلا خدعة، هي التي قتلت التواصل الاجتماعي. نعم سيدي، بالبداية أنا حابب كثير أشكركم على استضافتي بهالبرنامج الحلو وهالجلسة الحلوة، هيك هالسيناريو اللي عاملينه هيك برمضان مناسب وجلسة لطيفة، وتابعت لك حلقات سابقة، حسيت أنه كثير مناسب أنه نحكي عن موضوع الحلقة، فعلا اختيار كثير موفق. صحيح. وثاني شيء حابب أقول رمضان كريم لكل مشاهدينكم وزوار موقعنا وكل المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، ولضيفك لضيفك أصلا. بالنسبة خلينا يعني نبلش الموضوع من البداية. أنا أعتقد شخصيا أنه فكرة التواصل الاجتماعي لو كنا نحن العرب بي 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 في مكان ما متقدمين تقنيا لدرجة ما، فالمفروض تطلع الفكرة من عنا من العالم العربي. ليش؟ لأنه نحن أهل التواصل الاجتماعي، نحن أهل العلاقات وأهل الزيارات وأهل صلة الرحم وأهل الاجتماعات وما إلى ذلك. فأعتقد أنه فعلا من البدايات لو كنا نحن متطورين تقنيا لدرجة معينة أو بمصاف الدول الأوروبية، أنه كان فعلا لازم يطلع من عنا هذا الكلام، وهو مناسب لنا أكثر من أي يعني من أي حدا تاني. يعني طبعا هذا رأي شخصي. طبعا هذا صار عالم مخيف جدا، عالم كبير كثير متشعب بالفكر، الافكار اللي عم تطلع كل يوم، متشعب بطريقه استخدامه من قبل الافراد، قبل الشركات، حتى يعني اقحام سياسي بموضوع يعني او استخدامه سياسيا، خلينا نقول لتحقيق اهداف سياسيه. هذا كله اظن عن عن عرج عليه شيء في شيء خلال، بس مبدئيا موضوع التواصل الاجتماعي وموضوع الحلقة أنه كيف بعدنا عن التواصل عن الناس، أنا أعتقد أنه هذا الأمر ما هو البحت، يعني ما هو يعني ما فيك تعطي عليه تقول يعني تطلق حكم مطلق بهذا الكلام. لا، أنا بعرف أنه كثير قصص وكثير كتبوا وطلع كثير تقارير أنه عالم التواصل الاجتماعي استطاع بطريقة أو بأخرى في مراحل معينة من عمر المستخدم أن يوصلوا بأشخاص أصلا هني غائبين عنه من سنوات. صحيح. اما الموضوع المجال الافتراضي والالكتروني، يعني انه كان تواصل فيرتشوال ولا فيس تو فيس، يعني هذا الموضوع يعني جيد. مستشار مجدي بخاري، نحن بنرحب بك، نحن ذكرنا انك من الرياض، يبدو انك ما اعطيتنا الاشاره بتاعت المكان بشكل جيد، يعني في الفيسبوك وفي تويتر تتوضح المسائل دي، لكن انت في جده، ويسعد مساك يا سيدي واهلا بك في الخيمه. ومستشار مجدي، دعنا نتحدث بدءا عن الهاتف بشكله التقليدي القديم، مكالمة وأهلا وسهلا، ألو، مرحبا. يبدو أنه إلى اندثار بهذا الشكل، والناس أصبحت يعني تتألق في مجالات أخرى وفي أماكن أخرى، هل الحقيقة كذلك أم أن الهاتف قادر أيضا أن يواكب هذه التطورات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكركم على الاستضافة وأتمنى إن شاء الله أنه يكون في شيء من الإضافة إن شاء الله للموضوع الجيد اللي طرحته. السؤال اللي تفضلت فيه بالتأكيد طبعا الموضوع مواقع التواصل الاجتماعي هي منبثقة من وجود الإنترنت، هي إلى حد ما ممكن تكون في بعض المواقف بديل للاتصال الهاتفي، لكن ما أعتقد أنه في أي حال الأحوال في استغناء عن الاتصال أو اللقاء المباشر. وهذا يعني كثير من يمكن في جيلنا وبعض من الشباب مستوعبين أنه ما في بديل عن التواصل المباشر بين الأشخاص،
لكن الاستخدام المتوازن ربما يكون بوجود هذه القنوات ل كأداة تكميلية وتماشيا مع إيقاع الوقت الحاضر والسرعة في تنفيذ الأمور جميعا في الحياة. لكن جزئية الهاتف لا طبعا، في تطور حيكون إن شاء الله مستقبلي في استخدامات الهاتف بوجود الأجهزة الذكية، فموضوع الاتصال ما يعني مستمر سنوات قادمة. نعم ممتاز. دعنا نسأل ويشهد شاهد من أهلها. جو هوا واحد من الإعلاميين المميزين بدون شك، وأيضا مميز في العوالم الإسفيرية، ويمكن جزء من شغله أيضا وطبيعة عمله في إيصال المعلومات وتبادل وجهات النظر كان هو واحد من التويتراب المحترفين، أهل تويتر. جو تجربة تويتر، يعني السعوديين بيشتهروا بأنه هم الأكثر ميلا لتويتر مثلا، إيش اللي بيحدد وجهة الشخص لفيسبوك أو لتويتر أو لواتساب؟ كيف المزال الذي بيتم؟ حدثني عن الحركة داخل هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، كيف بتتم؟ هل تتنادوا هكذا يعني بتوارد خواطر، ولا عندكم أوقات معينة تدخلوا فيها وتطلعوا؟ يعني كلمنا عن العوالم الباطنة لهذه الأجواء. شكرا على الاستضافة سيد طيب بالبداية. بس بدي أقول مثلا بالنسبة للإخوة السعوديين، هني مشهورين كتير أنه متواجدين أكبر عدد منهم هو على تويتر، بينما بالنسبة للإخوة المصريين أكثر قوتهم وتواجدهم هو على الفيسبوك. طبيعة الفيسبوك طبعا بتختلف عن التويتر، ولكن بدي أقول أنه كانت الموضة أول شيء أو الترند أنه يكون ببداياته التويتر كان مشهور أكثر من الوقت الحالي. يعني كنا نشاهد أنه عند السعوديين يوميا على مدار الأسبوع كان في حركة كبيرة جدا. هلأ عم بتكون الحركة تقريبا 5 أيام بالأسبوع ومش كل الأوقات، وممكن كتير أنه يقطع يوم أو يومين يكون في ما حدا على تويتر. يعني حتى لو معك مثلا 1,000,000 متابع وتكتب شيء قوي، يمكن يطلع لك 20 إلى 30 إعادة تغريدة بس على التغريدة، وممكن بوقت الذروة ووقت القوة نفس قوة التغريدة اللي بتكتبها. أوقات الذروة دي أوقات معينة، أوقات الذروة ولا هي؟ نعم، هيدي أوقات الذروة في إلى أوقات محددة تقريبا. أنت بتعرف تعمل تيست أو بتعمل مثل اختبار أنه إذا في موجود حدا على تويتر بتكتب مثلا تغريدة خلينا نقول متوسطة القوة، تكون قوتها نوع ما متوسط، بتحس ردات الفعل فورا من إعادة التغريدة أو من الفيفرست من التفضيل، بتلاقي أنه مثلا إذا بعد شي دقيقتين صار عندك بس إعادة تغريدتين، خلاص تعرف أنه ما فيش ترافيك أو ما فيش حركة كبيرة جدا على كذا. من الافضل انه تحتفظ بتغريداتك وانه ما يروحوا على التايم لاين، وانه يعني تحتفظ. طيب جو، اذا كنت انا قوي جدا وعندي ملايين المتابعين، نعم، انا اللي بفرض نفسي ولا الترافيك هو اللي بيفرض عليك؟ صحيح. هلا طبعا اذا كان عنده يعني فوق ال 150 او 200 الف متابع حقيقي، مش انه يعني في كثير هلا حسابات شارين متابعين، يعني وبتعرف انت من عدد الفولورز بتدخل على عدد المتابعين، بتعرف انه هوياتهم مثلا، وبتعرف فورا انه صحيح، بتعرف من اعاده تغريداته يعني لوقت كتابه. نعم سيد احمد، يبدو انها اجواء مليئه ايضا بكثير من الاسرار والدهاليز والتفاصيل. طبعا. يعني وزميلنا جو بيحدثنا عن الترافيك وحركه والدخول والخروج، هل في امكانيه ايضا لمعرفه كل من هم على تويتر الان كم هي اعدادهم بالثانيه وبالدقيقه وكذا؟ في الحقيقه اثارني سؤالك لجو على 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 انه كيف الناس، يعني كيف واحد بيقرر انه يروح على تويتر ولا على فيسبوك. موضوع كثير مهم، يعني ليش السعوديين موجودين على تويتر، وليش المصريين موجودين على فيسبوك، ليش السوريين على فيسبوك اكثر؟ فهذا موضوع كثير مهم، وحقيقه هذا برجع يعني وجهه نظري لعده عوامل الحقيقه. الاهم بهذا الموضوع هو الايرلي ادابترز، المفهوم هذا هو المتبنين الاوائل، خلينا نقول عنه هدول الناس او الستارز وال خلينا نقول النجوم، يعني بمختلف المجالات اللي كان بمجال الديني مثلا بنشوف نحن بالسعوديه مثلا انه اول شيء مبدئيا طلعوا الاعلاميين والسياسيين بالدرجه الاولى، تبنوا تويتر، فمن هون بلشت تجي انه ليش السعوديين راحوا على تويتر، لانه في الايرلي ادابترز للمنصه كانت من يعني التويتر نفسه.
شايف؟ فهيك هيك تجي بالتواتر. نفس الشيء بالنسبه لي هلا انا بشوف انا مثلا حركه، يعني هلا انا سوري وبشوف حركه انه ليش السوريين موجودين اكثر على الفيسبوك وقديش يعني ليش موجودين. فترجع بتشوف انه فعلا كل المؤثرين اللي بعرفهم انا موجودين على الفيسبوك بمختلف المجالات موجودين على الفيسبوك، او خلينا نقول انه التواجد الاول كان لهم كان على الفيسبوك. وكذا الفيسبوك اصبح استقاء المعلومه نفسها في بلد زي سوريا يعاني الكثير وسط تعتيم اعلامي، يمكن الفيسبوك هو منبر وسيط لنقل الاخبار كلها، صحيح؟ طبعا هذا يعني هذا فيما بعد بنقول انه يعني اذا بدنا نقول انه نمو نسبه الاقبال على الفيسبوك اكثر من تويتر، بنقول ممكن تخضع لعده عوامل في الحقيقه. نعم. من العوامل التقنيه لعوامل توفر الانترنت للعوامل السياسيه للعوامل اصلا للحاجه احيانا. نعم. عرفت كيف؟ فبس مبدئيا انه ارى انه مفهوم الايرلي ادابترز اللي هن متبنين الاوائل يعني بمقدمتهم هن، انا هيك اعتقد انه هن الاعلاميين السياسيين ورجال الدين. هدول الناس اللي بينجموا كثير على يعني قصدي انه بيتالقوا على الشبكات الاجتماعيه، هدول بيجروا وراهم الناس كلياتها. نعم. فاعتقد انه هذا السبب. جيد، نحن بعد الفاصل معك نتعرف على كيفيه حساب من يدخل. جميل. للتويتر والفيسبوك، وايضا سننتقل الى المهندس مجدي عبد الكريم في جده ونتساءل معه والاجابه بعد الفاصل بطبيعه الحال عن مدى قدرتنا على الاستفاده من هذه العوالم والوصول الى هذا الكم الهائل من الناس من أجل الفائدة، إذا وضعنا في الاعتبار أن مساوئ كثيرة تنتج عن الاستخدام المفرط لهذه الوسائط. بعد الفاصل في الخيمة. أهلا بكم من جديد. واستطلعنا أهل الكويت كنموذج لنتعرف على ميزات المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر أو واتساب وغيره. نشوف الناس قالت شنو. طبعا له مميزات إن هو مثلا بتعرف أخبار الناس، بتعرف إيه اللي بيحصل، إيه الحاجات اللي ممكن تستفيد منها. في حاجات مثلا كل يوم بتنزل معلومات جديدة ممكن تستفيد منها، بس في برضو ليه سيئات، مثلا الألفاظ مش كويسة، بيهاجموا ناس بطريقة مش ظريفة. يعني صراحة هي منيحة، وبصراحة أوقات كمان في إنه قصص عم بتصير مشاكل بالعوائل بسبب التواصل الاجتماعي. والله إحنا أغلب الناس يعني تعتمد عليه بشكل كبير، يعني تقريبا 90% هو أنت معتمد على التواصل الاجتماعي، خاصة الانستغرام والفيسبوك التويتر سناب شات، يعني في شغلات واجد متواصل بيهم. هي نعم بتفيد كل الناس، بنقدر بنشارك بعض بالتواصل مع الاصدقاء والاصحاب، بنتعرف على ارائهم، بنشوف التغييرات الحاصله في الدنيا وفي الامور في البلاد كلها، بالعكس هي مفيده، يعني مفيش حد يستغنى عنها حاليا. هو لو الشخص استخدمها بالخطا، يعني بيستخدم الاشياء دي في حاجات بتضر ناس غيره، بيشهر بناس، بيكشف اسرار صحابه، لكن الواحد دائما يستخدمها استخدام ايجابي بحيث يتعرف ويستفيد منها ويفيد اصدقائه ويفيد اصحابه بها. فحسب الشخص نفسه يعني هو اللي بيحدد يا اما استخدمها استخدام سيء او استخدام ايجابي. اصلا وقت اللي بنكون مشغولين ما عم نشوف يوميا يعني كل دقيقه ولا كل ساعه، لا عادي يعني، لا عادي ما بيأثر، اكيد ما بيأثر. يعني بقول الحمد لله واصبر لغايه ما النت تشتغل، ما فيش حاجه يعني، بقول الحمد لله. بحس في حاجه ناقصه، بحس ان في حاجه ناقصه مني او في حاجه مش كل يوم بشتغل فيها او كل يوم بشوفها. اليوم منقطع عني، بحس ان في تغيير في اليوم او في عاده بتعود عليها مش موجوده. المستشار مجدي بخاري، الناس لم يخرجوا عن الحقيقه والواقع، ذكروا بان لها مساوئ ولها ميزات وهو الواقع. وحقيقه اي شيء في الدنيا ممكن الناس تركز على الاستفاده من ميزاته وبالتالي تنجح في الوصول الى فائده. كيف نفعل ذلك من وجهه نظرك مع مواقع التواصل؟ صحيح.
طبعا وجود الـ يعني التقنيات التواصل الاجتماعي وادواته ممكن جدا ان هو يكون له فائده كبيره في المجتمع. اول الفوائد اللي ممكن احنا نجنيها من انه نستفيد من هذه الادوات في برامج توعيه لعامه افراد المجتمع. احنا بالامكان يكون في عندنا مبادرات يتبناها الشباب والشابات، الطلبه والطالبات في الجامعات كأنشطة تطوعية وضمن أعمال وبرامج لا منهجية في جامعاتهم بحسب تخصصاتهم، يكون من خلالها في المجهودات حتى الفردية ما يمنع، لأنه هذه بقدر ما يكون فيها عفوية وبساطة بقدر ما توصل للناس بسرعة. توعية في المجال الطبي، توعية في المجال البيئي، توعية في المجال الهندسي، في أمور بسيطة الناس كلها في المجتمع محتاجة أن تفهمها وتعرفها، فممكن أنه يكون في عندنا استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الجانب هذا. نقطة ثانية، ممكن إحنا في شهر الخير رمضان، فممكن كمان يكون في عندنا نتمنى مبدأ التسويق الإلكتروني للأعمال الخيرية. يعني الجمعيات ما شاء الله عندنا في المملكة عدد ما هو بسيط من الجمعيات الخيرية حول المملكة، أتمنى أنه ممكن الغرفة التجارية تساهم في دعم هذه الجمعيات بأنها توفر لها منصات من خلالها تقدم برامجها من بوابة، ممكن كل غرفة تجارية تنشئ بوابة خاصة بالجمعيات الخيرية في نفس المدينة اللي هي فيها، والجمعيات من خلال المواقع هذه اللي في البوابة دي بتظهر إيش برامجها، إيش أبواب الخير المتاحة للناس، الدعم الفني والتقني اللي توفره الغرف اللي هو موجود، يعني عندهم كل البنية التحتية اللازمة، في حين أن الجمعيات طبعا هذا ما هو عملها الرئيسي، فبالتالي يكون تركيزها على تقديم البرامج هذه وتوصيلها لمستحقينها. نحقق هنا الاستفادة بأن يكون في تواصل مع أعضاء الغرف التجارية هذه اللي هم التجار في كل مكان، والجهات اللي هي بتقوم بإيصال الحاجة للناس. حاجة أخيرة ممكن يعني كمان تكون إن شاء الله استخدام جيد لتقنيات التواصل اللي هي دعم التجارة الإلكترونية بالمنشآت الصغيرة. إحنا ممكن يكون في عندنا سوق إلكتروني للأعمال الصغيرة وللأسر المنتجة برضو بجهات رسمية تدعم المشاريع، مشروع زي هذا رعاة يتبنوا تكاليف التشغيل وإيصال البضائع للناس، وبالتالي برضو إحنا نستطيع من استفادة من التقنية وجزء منها اللي هو التواصل الاجتماعي. نعم. يكون في شيء من الأمور المفيدة بإذن الله تعالى. نعم. جيد يا سيد ميدي، وأفكار خلاقة ومبدعة، ونتمنى أن تجد طريقة إلى أرض الواقع، لكن واقع الحال يقول سيد أحمد أنه يغني المغني وكل على هواه، هذا الفيسبوك وهو تويتر، وكل يغني على ليلة. أشخاص يتعارفوا من خلاله، وأشخاص يبثوا المعرفة، وأشخاص يتلقوا المعرفة، والمزاج العام أحيانا يحكم. أنت قبل الفاصل كنت تتحدث عن جزئية مهمة في أنه السوريين مثلا يتعلقوا بفيسبوك لأنه أصبح وسيلة لتزويدهم بالأخبار حتى بعد الأزمة، المصريين كذلك، ظروف السعوديين مع تويتر وعلاقتهم. نواصل في هذا الجانب لأنه مهم الحقيقة. الحقيقة أنا بالنسبة لي لما بدي أخذ أي مسألة وأسلط عليها الضوء لازم أرجع لبداياتها، يعني لازم أفهم المنشأ تبعها، الأصل تبعها. نحن لازم نفهم موضوع التواصل الاجتماعي بشكل عام، إنه كيف إجى موضوع التواصل الاجتماعي. عندنا 7 مليارات مستخدم، 7 مليارات نسمة على وجه الأرض، في منهم بحدود قريب 3 مليار مستخدم للإنترنت، ماشي، بتختلف من بلد إلى بلد. ناس تتبنى منصة وناس تتبنى منصة، وهذا حكينا عليه، شايف. بس نرجع أقول لك إنه هي أسقط على الواقع، هي مو آخر اليوم، مو شيء بس افتراضي أنا بس بفوت بشوفه بطلع، صار جزء من حياتنا، جزء من حياتنا. ليش؟ لأنه موقع للتواصل أصلا، فنحن فعلا نتواصل، نحن نتواصل بالأعياد. أنا أتحداك شخصيا إذا أنت وصلك أكثر من 3 مسجات كمسج SMS معايدة بالعيد الماضي، ما في هذا الكلام. صار واتساب، صار كمان أتحداكم إذا ما في حدا من عندكم فوق 50 سنة وعنده واتساب، في ناس صار عنده فوق 50 سنة معها واتساب، شايف كيف؟ فهذا هذا 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 الموضوع، التبني، نسبة التبني، انتشاره بين الناس، انتشار، يعني صار حاجة حقيقة. هذا عم نحكي نحن الساعة موضوع جانب اجتماعي وتواصل فقط، شايف كيف؟ انت ذكرت موضوع سوريا، هذا ينطبق ليس على سوريا، كل البلدان اللي فيها خلينا نقول معارضه او فيها أزمات، ثورات او ازمات او سميها اللي بدك اياه،
صرنا حقيقة كمان حابب هوني بس أعبر عن شيء، أنه صرنا فعلا نلجأ للفيسبوك فعلا مشان نعرف أخبار أهلنا، مشان نعرف أخبار مين مات ومين عاش ومين اعتقل ومين أفرج يعني أطلق سراح، يعني صار موضوع حاجة بالنسبة للسوريين. مو بس الفيسبوك، مو بس مواقع التواصل الاجتماعي، حتى التكنولوجيا بشكل عام. أنا بحابب أوجه شكر حقيقة لمجموعة من الشباب السوريين المبدعين حقيقة اللي يسخروا هالتكنولوجيا لانه يساعدوا اهاليهم هلا اللي تهجروا من سوريا يعني وكانوا بتركيا، اطلقوا تطبيق اسمه غربتنا، شايف؟ فحقيقه اثروا فيني بشكل شخصي. نعم، واحده من الاشياء اللي دعا عليها مهندس بخاري من جده مثل هذه المبادرات. جو، متى تصل المرحله الى حد الادمان؟ نعم، انا بتصور انه المرحله الاولى من يعني يعني في عدد كبير جدا صار عنده حسابات، والترند اجى اتى بالبدايه نوعا ما، صار في نوع من مش ملل منهم ولكن تخفيف من اوقات الادمان على التواصل الاجتماعي. صار في ادمان بالبدايه، يعني في كثير يمكن دخلوا على الفيسبوك ومن سنه وسنه ونص تراجع الفيسبوك، رجع مره جديده قوي مثل ما تفضل سيد احمد، قوي مع الثورات والربيع العربي وما الى ذلك، رجع عطاه قوه جديده. تويتر كمان بدا بقوه بالسعوديه، قوي جدا كان، رجع نوعا ما تراجع، يعني كان بالاول تلاقي اقبال قوي جدا على تويتر، بعد في اقبال على تويتر السعودية طبعا على طول في اقبال، بس انا اقيس فقط انه الادمان اتى بالعكس، يعني بدل ما يقوى الادمان على شوي عم بخف، وعم بصير في نوافذ اخرى على التواصل الاجتماعي مثل انستغرام كمان رجع قوي اكثر، رجع مثلا ممكن جوجل بلس بعده ضعيف جدا، ولكن مش عارف لازم يعمل شيء جوجل يعني يقدر ينافس شوي فيسبوك، لانه بتعرف انت في قوتين ومعهم سيوله كبيره، هي جوجل سيوله كبيره جدا وفيسبوك سيوله كبيره جدا. لازم جوجل تعمل على الاقل يعني حركه كبيره على التواصل الاجتماعي، تتروح على الجوجل بلس لتخترع منتج يعني او خصوصية ليست موجودة في أي من يعني المراكز. سبحان الله، كأن العالم ينتظر فعلا ولادة يعني ظاهرة جديدة في هذا العالم. شايف يعني خلص يعني اشبعت هذه المنصات مثل ما قلت لك قوية، ردت رجعت تراجعت. يعني أنا أخشى من حالة الملل التي تصيب الكثيرين، بمعنى أنهم أصبحوا تواقين لمشاهدة يعني يظهر آيفون 6 هم بيفكروا في آيفون 7 في ذهنهم. والله الناس أصبحت يعني تستعجل هذه الأمور بشكل غريب جدا. مهندس مجدي عبد الكريم في جدة، إلى أي مدى مطالب الشركات بتطوير المحتوى الكمي والكيفي لها حتى تواكب كل هذا الزخم وبالتالي تقدم خدمة متميزة؟ هذه نقطة مهمة، يعني شكرا لإثارتها. لابد أن يكون في تنوع من الاستفادة من مبدأ التواصل الاجتماعي بين الناس بتقنيات متنوعة، يعني زي ما في عندنا صار في برنامج واتساب وتويتر والانستغرام وكل البرامج الحالية المستخدمة، بالإمكان يكون في إما قنوات أخرى من خلال شركات الاتصالات وهي خدمة توفير المحتوى، وده بيكون بالتعاون مع جهات محددة واستهداف المشتركين اللي هم بالملايين موجودين لكل شركة اتصالات مثلا عندنا في السعودية هنا، فباشتراك بسيط مع قناة محددة يوصلوا محتوى متخصص سواء كان ديني أو سواء كان رياضي أو سواء كان ترفيهي أو تثقيفي. في الحالة دي يكون في استفادة، وممكن طبعا يصير في مشاركة بين الأصدقاء والمعارف بمحتوى نوعا ما ربما يكون مفيد ويكون في فائدة على الشركات. الجانب الثاني كمان اللي احنا نتمنى انه يبدأ يصير فيه اهتمام فيه ويبدأ ينمو ويتطور، تحفيز وتشجيع الشباب على تطوير برامج الأجهزة الذكية. تطوير البرامج الأجهزة الذكية الآن تقنياته مفتوحة، موجود زي نظام الأندرويد مثلا، بإمكاننا مهمة يعني المجالات لا محدودة لأي مشكلات موجودة أو أمور إبداعية الشباب يبدع فيها، يكون في إمكانية أنه تبني المبادرات اللي زي هذه تساعد أن يكون في إضافة خلينا نقول في يعني حق التواصل الاجتماعي بالنسبة للناس. سيد أحمد، يعني لأي مدى تويتر ولا فيسبوك دخلوا مزاد التفاخر أشبه بأرقام السيارات أرقام الهواتف المميزة،
أرقام المتابعين التي تتزايد يعني، وأصبحت هناك حركة بيع وشراء وسماسرة، يعني هذه المزالة كيف تتم؟ سيدي مبدئيا هذا أخطر شيء يعني، يعني خلينا نقول أخطر ممارسة يقوم بها يعني مستخدم تويتر مثلا أفرض أو فيسبوك. ليش؟ لأنه ما نعرفان أنه مو الموضوع بالرقم، لأنه مكشوف يعني شيء مكشوف. أول شيء تتم عن طريق شراء المتابعين أو اللايكس أو عرفت كيف؟ هاي وهاي العملية تتم يعني عبر شغلتين عرفت، اما بيكون عنده فعلا حساب فيك فيه كثير هو بيعمل لك فولو فانت بتعمل له فولو فبيكون عنده 97000 ولا 200000 ولا مليون ولا كذا عرفت، بيكون هو متابع نفس الرقم شايف، فما هو غير مؤثر تماما، هو غير مؤثر تماما شايف. وشغله ثانيه بتصير كمان وعملنا كثير تجارب عليها عرفت كيف، خطيره جدا، هي عن طريق انك تدخل يعني تجيب لايك وهمي على على الفيسبوك فبتجيب اعداد هائله جدا شايف كيف، بس ما بيفيدوك هذول. هذا موضوع خطير جدا، موضوع انه اتباهى انه يعني يعني مثل واحد متعد عنده سياره مثلا عم يقول هاي سياره هيك بس ما بركبها شايف كيف، يعني يعني موضوع مكشوف يعني اخر اليوم بهذا العالم وصلنا لنقطه انه فيها العالم مكشوف. انا كنت حابب هو انقطع الانترنت عندي، كنت حابب لانه الموبايل شكله نعم بحاول نشوفه في جزء اخر ايضا من هذا البرنامج ونعم تواصل. انا عندي اضافه اذا تفضل. انا عم بدي اقول لك انه هلا رح نشوف بعد شوي انه يعني الكم الهائل من البيانات اللي عم يتداول يوميا يعني كم تويت عم يطلع بالثانيه، كم مشاهده لليوتيوب عم تطلع، كم كذا الى اخره. فانا حابب اقول لك انه في المفروض يكون في ناس متخصصين يعني يستشرفون المستقبل لهذا العالم. نحن مثل ما قال لك الاخ جو يعني عم يطلعوا وينزلوا وكاننا فعلا ننتظر يعني مولود جديد في هذا العالم. فانا بدي حابب هون يعني ما بعرف اعتبره شو ما بدك، بس حابب اقول لك انه نحن بعام 2005 انا يعني كوني مؤسس البوابه العربيه للاخبار التقنيه استطعت استشراف العالم التقني وكنت عرفان انه راح نوصل نحن لهذا اليوم بناء على الدراسات والابحاث الموجوده كانت موجوده بالسوق. لما اخذنا هذه الخطوه كنا نعرف انه بدها صبر كثير، نحن عرفانين كنا انه اي قناه او اي وسيله اعلاميه او اي موقع على الانترنت تخصص بهذا المجال راح يكون له باب اسمه تكنولوجيا او تقني مشان يغطي هاي الاخبار لانه دخلت بحياه الناس. وهلا بقول لك انه مثل ما في الجزيره الحدث العربي الحدث والجزيره المباشر، انا اتوقع شخصيا بعد 3-4 سنوات حيكون في عندنا شيء اسمه الكذا الرقميه، الكذا التقنيه، حيفرضوه. ليش؟ للدخول بحياه الناس صحيح الاهميه الكبيره صحيح. جو حنمشي فاصل ونجي معك نعرف اذا كان في نجوم في تويتر، نجوم حقيقيين، هذا انت واحد من نجوم تويتر الحقيقه، لكن هل يتعارف عليهم اصحاب الارقام الكبيره والمتابعين الكثر؟ بعض الفاصل وحنامن ايضا الانترنت لاحمد ونشوف ارقامه اللي مجهزه لنا، ومن جديد حيكون معنا المستشار مجدي بخاري من جده بعض الفاصل. بشوفها قبل ما انام، واول حاجه بشوفها الصبح مين شير ايه مين قال ايه، يعني بقيم نجاحي مين عمل لايك على البيج بتاعي، مين كتب كومنت ايه، مين وحشته سال عليا. بقيت تقدر تطمن على اصحابك عن طريق الفيس وتويتر اكتر والواتساب بقى وكل حاجات التواصل الاجتماعي الجديده. يعني دايما بقولوا احنا في عصر التكنولوجيا تمام، فلازم برضه يبقى في تواصل، بس التواصل لما يهدف لتخريب اي نظام في البلد او كلام من ده ما يبقاش يعني تواصل اصلا ايجابي خالص. مأثرة في حياتي انا شخصيا مأثرة، لو الفيسبوك مش موجود هتأثر معايا ان انا مش عارف اوصل لناس معينة معيش تليفوناتهم وكده. شفنا التواصل عن طريق فيسبوك وتويتر، شفنا تأثير دوت على كثير من النواحي سواء الاجتماعية الاقتصادية، فأظن ان يعني ما عادش اي مجتمع في العالم مش المجتمع المصري بس يقدر ينفصل تماما عن الفيسبوك وتويتر يعني. إذا مرحبا بكم من جديد، وكانت هذه أيضا عينة وآراء في مزرعة التواصل الاجتماعي. جو مواقع التواصل الاجتماعي الناس تتخيل إنها كلها دردشة وشات وحكي، يعني ماذا بعد؟ طيب
مستشفيات بتبعت على الواتساب صارت صور الاشعه للمرضى ولا الدكاتره بين بعضهم بالبيت وصور الاشعه، مكاتب الهندسه وانت بتعرف مثلا مدراء المشاريع الهندسيه الكم الهائل من الخرائط والشوب دروينجز للخرائط والديزاين يعني رسم الخرائط الهندسيه بتكون كم هائل من البيانات بتستوعبها كمان على الواتساب، المحاماه يعني كل مكاتب المحاماه تبعت ملف قضايا بي دي اف بحجم كبير جدا وقضايا كبيره كمان، يعني بيقول انه استعمال الواتساب واتساب يعني التواصل الاجتماعي عم بيكون كمان ماني. اثنين اللي بدي اشير له مهم جدا واهم نقطه بتصور بالحلقه بالنسبه لي هي انه مواقع التواصل الاجتماعي سرعت الحياه، يعني اصبحت الحياه سريعه جدا مع التواصل الاجتماعي ومش على طول بتكون شيء جيد للحياه، يعني ممكن تضر الحياه بسبب التواصل الاجتماعي، يعني اي ازمه تحصل باي بلد ماليه او اقتصاديه او سياسيه فورا العالم يستوعب هالشيء من خلال التواصل الاجتماعي وبالتالي تاثير عم بيكون أقوى بكثير من السبعينات وأقوى بكثير من الثمانينات، يعني تنفترض إذا حصلت أزمة مالية بالأرجنتين بالتسعينات اللي حصلت إذا مرة جديدة تحصل أزمة ثانية في الأرجنتين سيكون تأثيرها أقوى لأنه تأثير خبرها ونزولها إلى الأسواق بفضل التواصل هو أكثر وأكبر وأعنف يعني بكثير، وبالتالي أيضا الأسواق المالية تتأثر أكثر صارت والأخبار صارت يعني سرعت الحياة بشكل كبير جدا مع التواصل الاجتماعي. يعني أي تصريح لأي رئيس بنك مركزي يصل في ثانية، يعني أنت لا تنتظر فقط إلى كل أنحاء العالم رويترز ووكالات الأنباء جيد. صرت فورا تقدر تلي. مهندس ميدا عبد الكريم في جدة وأنت رجل تقني لكن أنا اسمح لي أن أسألك سؤال عام، يعني لأيتو مدى أيضا هذه المواقع أسهمت في تخريب ربما بعض البيوت والأسر وأثرت على الحياة الاجتماعية سلبا من خلال نشر احيانا مقاطع وصور من الممكن ان تكون خاصه الى ما ذلك من هذه التفاصيل، وبعض ضعاف النفوس يستغلوا هذه المسائل واحيانا هواتف تضيع يعني من صاحبه وبالتالي يجد نفسه في الفضاءات، هذه ايضا جانب سيء خاصه في مجتمعاتنا العربيه وتاثيراته كبيره. صح صحيح، واسمح لي بس تعليق سريع على الذكر الجو عندك في الاستوديو في جزئيه يعني سهولة واستخدام البرامج برنامج زي الواتساب في التواصل في الأعمال، ذكر إنه مهندسين بيرسلوا تصاميم من خلال الواتساب، محامين بيرسلوا ملفات قضايا من خلال الواتساب بحجم كبير لأنه البرنامج وتقنياته بتوفر لك أحجام الملفات الكبيرة. النقطة الخطيرة هنا جدا إنه الواتساب ما في أي يعني حماية قانونية بيوفرها للمستخدمين، الملفات هذه ممكن تروح لأي أحد لأنه في النهاية في أجهزة خوادم موجود فيها كل قواعد البيانات لجميع ما يتم نشره بين المستخدمين للملايين مئات الملايين للبرنامج واتساب، فممكن يساء استخدام بعض من المحتوى بدون أي التزامات قانونية ولا مساءلة قانونية. هذا اللي بيخلينا من الضروري، وطبعا هذا ينسحب الكلام على اللي تفضلت فيه في جزئية الخصوصية والأمور الخاصة اللي الناس برضو كمان بتتساهل بأنها هي تنشرها بين بعضها وبالتالي من مجموعة لمجموعة من مجموعة لمجموعة تجد أنه أمر خاص جدا فجأة أصبحوا الناس في المنطقة كلها مطلعين عليه وبيتداولوا. الجزئية القانونية هذه نحتاج أن يكون فيها يعني نظر ويحتاج أن يكون في تشريعات وأنظمة تضبط الموضوع هذا بحيث أنه يكون الاستخدام الصحيح. نعم. مع وجود طبعا بدائل لما نحتاجه. نعم. في الأعمال نعم. وطالما هي تحتاج إلى نظر وقيد النظر ينبغي أن نكون نحن تحت الحذر سيد بخاري. صحيح. حتى تستقيم. صحيح. الأمور سيد أحمد. صحيح. معي هنا في الاستوديو، إلى أي مدى يتم رصد كل هذه المليارات من الحركات التي تتم عبر وسائط التواصل وما الذي نستفيده نحن من ذلك؟ مبدئيا يعني في شركات أبحاث متخصصة غاية في التطور والتقنية تعتمد معايير معترف عليها عالميا من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات
الجهات المختلفة العاملة في هذا المجال. ففي عنا تقنيات، في عنا شركات، في عنا أدوات لتتبع كل شيء. أظن جو كمان عنده اطلاع كثير كبير على هيك موضوع. بس مبدئياً رح فرجيك يعني يمكن ده الموقع اللي أنت أشرت له وحدثنا عنه. تمام. أنا هذا أحد المواقع اللي تقدم خلينا نقول معلومات شبه حية، يعني بناء على ألغوريثم معين، بناء على معادلات معينة هن معتمدينها ومعتمد عالمياً يعني. شايف كيف؟ فبيفرجيك الحجم الهائل اللي انخراط التكنولوجيا في حياه الناس بشكل عام، هذا اللي احنا وددناه من اطلاقنا على هيك موقع. يعني عم يقول لك انه في حوالي تقريبا 3 مليار مستخدم للانترنت بالعالم، في عندك حوالي مليار وشي مليار وشي 50 مليون للويب سايت، في عندك الايميلات عندك 206 مليارات. نعم شايف؟ في كثير. لو فينا نشوف هذا الموقع على الفيديو وول أو نعم إيه. ايوه هذا إيه. الموقع قدامك سيد احمد. جميل. يعني شوف انت تطلع على الارقام هاي كلها تشير انه كم انخرط الناس، يعني انخرطت التكنولوجيا بحياه الناس اليوم. هم 2 مليار دول هذا الانترنت يوزر ان ذا ورلد الان في هذه اللحظه. تمام. هلا طبعا هن حاسبين لك اياها اب تو ذا مينيت اب تو ناو كم مستخدم. شايف؟ عم يقول لك الويب سايت مثلا مليار وشيء. شايف؟ عندك الايميل المبعوث هذا اليوم عرفت 206 مليارات. هذه هي التويترات اللي ارسلت اليوم، التويت سنت توداي، هن بيعتمدوا 629 بالضبط 629 مليون مليون تويتر هاي اليوم حتى اللحظه. اي انا هلا ممكن كمان يعني شوف في بعض الارقام ممكن تمنع. عفوا خليه يوقف بس اذا ليك الاكتف يوزرز. نعم. تبع تويتر مثلا لليوم عندك 283. هلا اذا بتدخل 283 طبعا مليون، اذا بتدخل على موقع التويتر الرسمي بتلاقي انه 255 مليون. امتى؟ وقت اللي هم اعلنوا عن هذا الكلام. فالحركه مستمره. شايف؟ فالحركه مثلا هذول الاكتف يوزر طبعا في عندك 742 او 41 نون اكتف يوزر اللي هن غير نشيطين، يعني واحد فعل سجل وخلص. ممكن المسائل دي سيد احمد تجي في السكند، يعني هسه فوتوس ابلودد توداي مثلا. طيب. اون انستغرام طبعا خليني اللي هم 100 مليون الان اللي عملوا فوتو ابلودد توداي 100 مليون كما بيظهر في الشاشه. اذا المخرج من القائمه العلويه بيطلعنا على التاب ال1 سكند من فوق. شايف؟ ممكن ننزل شويه على لفوق نطلع فوق. خلينا نطلع على الصفحه. نعم على الصفحه. ايوه 1 سكند فوق 1 سكند. ايوه فنحن ايوه كليك اون ات اعطونا 1 سكند. ايوه تمام. شوف هلا عندنا لك تويت سنت ان 1 سكند. شايف؟ دي التويتات اللي في الثانيه الان في العالم. 7336 تويت. ماشي. اذا نزلت بالسهم طبعا ما اذا بتنزل بتضغط على الزر على السهم الاحمر فوق هو بينزلك لحاله، يعني مشان ينقل لك على شيء ثاني. فبفرجيك اياه هون. هذا مشروع حقيقه اسمه 7 مليار بني ادم. شايف كيف؟ هيك 7 مليار نسمة يعني. فبرصد لك حركة الناس الموجودين. هلا شوف عم يقول لك هون الانستغرام 1171 بالسكند بال1 سكند. وهذا الشيء كمان بالنسبة للتمبلر، بالنسبة لعندك هلا السكايب كولز مثلا 1488 سكايب كول، يعني انه اتصال عبر سكايب بالثانية 1488. عمل لك هاي حركه البيانات الترافيك الانترنت بالسكند الواحد اللي هو 22 جيجا بايت او جيجا بت في الثانيه. في الثانيه نعم. في كثير طبعا. شوف هذا جوجل سيرش 44000 عمليه بحث بالثانيه. نعم شايف. فنحن باختصار نحن عم نفرجي هذا الكلام لنفرجيك قديش انه التكنولوجيا فعلا بالارقام انخرطت بحياه الناس. شايف؟ يعني خلص صرنا نحن ما عاد صار شيء مثبت علميا بالارقام انه خلص التكنولوجيا بحياتنا. فنحن لازم اول شغله انا كان لي نقطه هون لازم ما انساها، يعني انه نحن مثل ما بنتصرف بالعالم العادي باجتماعياتنا بالعالم العادي بادابنا باخلاقنا لازم نكون موجودين كمان على شبكه التواصل الاجتماعي، لانه اللي موجودين هم اصحابنا ونحب على طول نظهر باحسن شكل نحكي الكلمه الطيبه. وبهذا المناسب كان بدي اقول لك انه طلع كمان هون هيئه الاتصالات من كم يوم طلعوا ورقه عمل عن سلوكيات واداب التواصل الاجتماعي، وفي شغلات يعني ممنوعه تماما منعا باتا، مثل ما انت يعني ممنوع مثلا تسب اي يعني اي حدا او تشتم اي حدا. او بالواقع نفس الامر يطبق على تويتر كان تويتر وقبل كان يطلع على الفيسبوك. لوضع تفاصيل هذه التفاصيل. جو وانت رجل دائما تبحث عن المعلومه، يعني وحقيبه جو تشهد على ذلك، الى اي مدى باتت الان المعلومه متاحه؟ نعم المعلومه متاحه دائما، ولكن اهم شيء بالمعلومه هي مصدر المعلومه.
طبعا بإمكانك أن تشكك دائما في المعلومة وفي مصدرها، ولكن دائما يعني لتبني قاعدة معينة لمستوى معين لمصدر، يعني ستنطلق من مصدر. مثلا إذا تقرأ شيئا من وول ستريت جورنال أو من فاينانشال تايمز خلص يعتبر يعني مصدر موثوق، بلومبرغ مصدر موثوق، يعني تبقى هذه علامات يعني لا غبار عليها في مجال المصدر. ممكن تخطئ بهذه البيوت الكبيرة، ولكن يعني إذا مش هني رح تستند لهم خلص، يعني لا يمكنك أن تعتمد على أي مصدر آخر. نعم. مهندس مجدي بخاري في جدة، وأدوات التواصل أو وسائل وسائط التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة أحيانا أيضا تؤثر على العمل وإنتاجية الموظفين، وتتشهد كثير من الموظفين أيضا يمارسوا هذا النوع من التواصل في أثناء ساعات الدوام. إلى أي مدى أيضا هذه المسألة مربكة، وفي ذات الوقت إلى أي مدى من الممكن للشركات أن توظف هذه المواقع أيضا في خدمتها؟ هذا اللي نحتاجه بالضبط. طبعا استخدام الموظفين لأدوات التواصل الاجتماعي في غير نطاق العمل هذا بيعود يعني حده لأخلاقيات الموظفين و يعني المبادئ اللي يتبنوها في حياتهم العملية. لكن الجزئية اللي نحن برضو نتمنى أن نشوف فيها شيء من الاهتمام والإبداع هو استخدام أدوات متنوعة للتواصل، وليس فقط التقنيات الموجودة وليس فقط البرامج الموجودة، هو المفهوم نفسه. يعني مفهوم أن يكون في تواصل هذا بالإمكان يبنى عليه تطبيقات متخصصة مركزة لمهمات محددة، ولكن بنفس الأسلوب اللي الناس متعودة عليه ومرتاحة في استخدامه، سهولته وتواجده دائما. لكن التخصصية هذه هي اللي بتخلي الانضباط، سواء كان في طريقة الاستخدام، كثافة الاستخدام، أو ضمان سرية المحتوى فيما يخص طبعا الشركات، الأعمال، الجهات الحكومية، أي مكان بإمكانه أنه يستفيد الآن من هذه التقنيات الحديثة. مثال سريع كده اخطر على بالي، احنا عندنا اعمال الرقابه الميدانيه هذه، لاي جهه من الجهات عندها مراقبين ميدانيين جدا ممكن يستفيدوا من المفهوم ده في انه يؤدوا المراقبين عملهم بكل سهوله وسلاسه وعلى ارض الواقع بدون ما يضطروا للرجوع الدائم للمكتب لمجرد تقديم التقارير. نعم. كمثال جيد. سيد احمد، الشباب العربي موهوب جدا في التعاطي مع التكنولوجيا والاستخدام للاجهزه، وينزل جهاز اليوم في السوق غدا كل طلاسمه تفك، هل هو بذات القدرة على وذات الموهبة من الممكن أن يكون في التعاطي مع التكنولوجيا من الداخل بمعنى الابتكار والإضافة والخلق والإبداع، أم أننا أيضا مستهلكين في تكنولوجيا كغيرها من بقية الأدوات؟ الحقيقة أننا لدينا قصص نجاح جيد جدا في هذا المجال على المستوى العربي. لدينا يعني مختصين امنيين سجلوا بصمي على مستوى العالم بهذا المجال، وبوجه لهم تحيه لاثنين منهم. احنا عملنا معهم مقابلات، وفي الاخ خليل الشريطح اللي اخترق حائط زكربرغ، مارك زكربرغ المؤسس فيسبوك، واستضافته كل وسائل الاعلام طبعا تقريبا. وفي عندك الاخ محمد رمضان كمان من مصر، من جمهوريه مصر، كمان كان له ابداعات كثير كبيره بمجال الامن المعلوماتي يعني. وهدول بسموهم الوايت هاكرز، يعني الاخلاقيين، يعني ما بيأذوا، ما بيضروا يعني. شايف؟ فهي يعني عندنا كثير قصص نجاح، عندنا كثير قصص نجاح. نحن 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 بحاجه فعلا انه نشوف شو المشاكل عم تواجه هدول الناس اللي عندهم مواهب واللي عندهم قدرات واللي عندهم امكانيات، انه ونطور لهم اياها ونفتح له المجال انه يطلعوا. وفعلا طلعت مبادرات، بتلاقي حدا عنده كثير موهوب وبده يطلعها ما بيقدر يسوي. ليش؟ مثلا يكون عنده نقص مثلا بالسيوله، طلعت هلا بلشت تطلع حاضنات الاعمال بشكل كثير كبير بالعالم العربي. بتعرف من سنتين وجاي صرنا نشوف كثير حاضنات اعمال بتساعد على انشاء المشاريع وتاسيسها والى اخره. وفي بدبي هون احد يحضرني حاليا يعني يوريكا، يعني صندوق يوريكا او اللي هو للدعم لتمويل المشاريع الصغيره يعني والمتوسط يعني على الانترنت وكذا. ف طبعا في عندنا قصص نجاح كثير كبيره بهذا المجال، بس نحن مثل ما قلت لك بحاجه انه في جهات معينه ترعى هذا الناس. نعم. وتحاول تشوف وين مشاكلهم وتهيئ لهم اجواء بالزبط. مناسبه بالضبط. جو في نجوم في التويتر معروفين، والنجوميه تقاس بعدد
المريدين أو الأتباع أو الفولورز ولا بقوة التغريدات؟ طبعا بالنسبة للتويتر خلينا نقول هي مقسمة لعدة شرائح. مثلا عندك شريحة بس يكتب على تويتر يعتبر يصنف في مجال القائد. قائد يعني يتأثر كثيرا بما يكتب، يتأثر المتابعون كثيرا بما يكتب. عندك قسم ثاني يكون مثلا فاعل في الاقتصاد، إذا كتب شيئا مثلا عن الاقتصاد أو عن السياسة يعني المتابعين أكثر وأكثر بيهتموا وبيتأيدوا باللي بيكتبوا. عندك إشياء قسم ثالث يلي بيكتب واللي بصير في إعادة تغريدة له أو بصير في فقط يمكن قراءة له اهتمام. وعندك نوع رابع كمان بيكون مقسمينهم، يمكن هلا في برامج بتقسمهم، إذا بتدخل على في برامج متخصصة بتفرز نوعية الـ يعني المشتركين. نعم. لم يبقى لنا الكثير الحقيقة، حنخرج من الخيمة. وأنا شكرا جزيلا للسيد أحمد عبد القادر المؤسس والرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية، وضيفي أيضا من جدة المستشار مهندس مجدي بخاري عضو لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومن شاركني أيضا في قيادة الخيمة هذا المساء جو الهوى زميل الإعلام. الله يسعدك في مساك. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك، وأنت دائما نجم يعني خلف الشاشة وأمام الشاشة. شكرا لكل الفريق البرنامج، وإذا عجبتكم الخيمة أعملوا لايك، إذا ما عجبتكم الله يكرمكم. إلى اللقاء.